الزمالك وبروكسي في بطولة كأس مصر لنسخة هذا الموسم، موسم 2023-2024، دور ال 32، وفي ضيافتي اثنين من نجوم التحليل في قناة اون تايم سبورتس ونجوم مصر السابقين، كل من الكابتن جمال حمزة والكابتن إيهاب المصري. كابتن جمال مشرفني منورني، وأخبارك إيه؟ حبيبي غانم منور. كابتن إيهاب أخبار حضرتك إيه؟ حبيبي سعيد جدا بتواجدي معاك ومع كابتن جمال حمزة، ان شاء الله يكون استوديو جميل ان شاء الله باذن الله. بطوله المفاجات كما يطلق عليها، ويمكن الموسم ده خير دليل، يعني خروج الاتحاد السكندري ومن قبله فريق المقاولون العرب امام فرق موجوده وبتنشط في دوري القسم الثاني او دوري المحترفين، اكبر دلاله على ان كاس مصر او فكره دايما ان مباراه واحده بتحسم مصير فرقه، يتكمل في الادوار التاليه يا اما تخرج بعد كده. اعتقد ده اللي الزمالك بيحطه في عين الاعتبار. كابتن جمال، واحنا مش بعيد عن مواجهه بروكسي تحديدا، مواجهة شهدها استاد القاهرة تقريبا في الموسم الماضي، والزمالك كان بيقدم احدى المباريات اللي يعني ما كانش فيها اداء جيد، او بمعنى اصح كان فيها مفاجأة من الفريق الخصم، تنتهي بالتعادل بهدفين مقابل هدفين، ولكن بتحسم في الاشواط الاضافية. نفس المواجهة بتتكرر، فازاي الزمالك هيشوف هذا اللقاء مع الاعتبارات الكثيرة اللي موجودة في نادي الزمالك حاليا؟ لا بص، مختلفة طبعا. المباراة الاولانية الزمالك كان يعني بالنسبة له بروكسي كان خصم مجهول، ما يعرفش عنه حاجه، كان لسه صاعدين، فما كانش لسه في معلومات كتيره عن فريق بروكسي. انما النهارده لا، الموضوع مختلف. فريق بروكسي من الفرق المحترمه في دوري المحترفين، ويعني خلاص الـ 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 يعني ما بقاش نادي مجهول بالنسبه للزمالك. اكيد المباراه الاولانيه برضو الزمالك هيحطها في الاعتبار، زي ما انت بتقول كان فيها اخطاء كتيره، زمالك قدر ان هو يفوز بالمباراة، بس مباراة طولت قوي، فمباراة واحدة زي ما انت قلت ممكن اي حد يكسب، هي دي ده القلق او ده اللي بيعمل نوع من التركيز شوية عند اللعيبة، ممكن يوصلك التركيز الزيادة، ممكن يوصلك للاخطاء اللي احنا شايفينها دلوقتي. دي الخطأ الاولاني حاتم سكر، مع انه احرز هدف من الاهداف الجميلة في نفس المباراة اللي هو ده الهدف التعادل. انما في الاخر لو انت بتتكلم على القيمه بتاعت الزمالك وبتاعت بروكسي، لا لازم اشوف فرق. حتى لو انا بلعب بفريق يعني فريق ناشئين او فريق حتى مطعم بالناشئين، لا لازم يبقى في فرق. ان انت بتلعب قدرك ان انت بتلعب في نادي الزمالك، انت بتلعب على البطوله، مش بتلعب ان انت تكسب مباراه. النهارده بروكسي لا، الـ 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 الطموحات مختلفه، فرقه مبطله من شهر 5 ما لعبتش، فصعب قوي ان المباراه تطول مع لعيبه الزمالك، هيبقى فيها صعوبه كبيره جدا، والناس مش متقبله زي ما انت قلت، الناس مش راضيه خالص عن الاداء بتاع نادي الزمالك في الفتره الاخيره. الراجل ملخبط الناس، وانا حاسس ان هو ملخبط نفسه، ملخبط اللعيبه، بتكلم على جوميز، لانه انت مستفيد من اللعيبه الصغيره اللي انت بتدخلها، ولا انت مستفيد من اللعيبه الكبيره اللي انت مقعدها بره. فأنا يعني التوليفة اللي هو عاملها مش مظبوطة.